علينا جميعا الوقوف بوجه كل عدو يحاول زرع الفتنة بيننا. هكذا كان يتحدث في خطاباته وينددُ بكل من يحاولُ زرع الفتنة. السويدي من أصلٍ عراقي سلوان موميكا الذي أحرق نسخةً من المصحف الشريف مطلقًا موجة غضبٍ وتنديدٍ عربيةٍ ودولية. اللافت أنه كان يعملُ مع ميليشياتٍ مسلحة موالية لإيران تقولُ إنها تقاتلُ من أجل المعتقدات والدين. أما أن نعيشُ بكرامتنا أو نموت بشجاعتنا، مسؤول كتائب روح الله عيسى ابن مريم التابعة لكتائب إمام علي عليه السلام. سلوان موميكا يبلغ من العمر 37 عاما، عمل خلال الحرب ضد داعش في الموصل مع ميليشيا كتائب بابليون. أسس بعدها ميليشيا صقور السريان لم يلمع اسمها فتفككت بعد فترة قليلة. كان يقود مجموعة مسلحة اسمها كتيبة روح الله عيسى في الموصل. الكتيبة تعمل بإشراف ميليشيا الإمام علي أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي المتهمة بارتكاب انتهاكات في العراق. إحراق المصحف الذي تزامن مع حلول عيد الأضحى دفع بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى دعوة أنصاره ومؤيديه للتظاهر أمام السفارة السويدية والمطالبة بمحاكمة سلوان. لكن موجة الغضب في العراق على ما يبدو لم تحرك ساكن من أسماهم الصدر بقادة الميليشيات المنتفعة وماكيناتها الإعلامية، متهماً تلك الميليشيات بأنها كانت ستغطي الاحتجاجات الغاضبة في حالة واحدة عندما يتظاهر أسيادها أو يغلق سفارة السويد في بلدانهم. بالتزامن طالبت الحكومة العراقية المجتمع الدولي بإدانة عملية حرق القرآن أمام المسجد الكبير في ستوكهولم والتصدي لما وصفتها بالأعمال الاستفزازية التي تحرض على العنف وتغذي الكراهية والتطرف. كذلك دول عربية وأوروبية عديدة نددت بعملية حرق القرآن، في مقدمتها السعودية التي استدعت سفيرة السويد لديها وأبلغتها رفض المملكة القاطع لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف.